السلام عليكم. الثعبان حيوان زاحف، ما عندوش أطراف ولا أذنين ولا كفون، جسمه متغطي بحراشف من مواد قرنية، وبيقدر يغير جلده من وقت للتاني. في حواف حوالين جسمه بيعتقدوا إنها أطراف جسمه قبل ما تتلاشى من أكلات اللحوم، وفي منه 2700 نوع منتشرين في كل القارات ما عدا القارة القطبية الجنوبية. موجود بأطوال مختلفة من أول 10 سنتيمتر لو التعبان صغير، وبيوصل طوله لعدة أمتار للتعابين الكبيرة، ممكن يوصل لحد 7 متر تقريبا. ومعظم أنواع التعابين غير سامة، واللي سام منها بيستخدم السم بتاعه في الدفاع عن نفسه وإنه يقتل الفريسة، لأن السم بتاعه بيعمل أضرار شديدة جدا، والضرر في أغلبية الأوقات بيؤدي للموت. يلا بينا نعرف أكتر عنه. أنا محمد أسامة، معاكم في النواة. بيتكون الهيكل العظمي لأغلبية التعابين من الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع، وربنا خلق الجمجمة بتاعته بتجمع ما بين الصلابة والمرونة. دماغه محمي كويس قوي، متغطي بغطاء عظمي قوي، والفكوك بتاعتها فيها مرونة عالية جدا، والفك السفلي ليها بيقدر يتمدد ليقدر يبتلع الفريسة بتاعته مهما كان حجمها. العمود الفقري فيه فقرات كتيرة ما بتقلش عن 200 فقرة وما بتزيدش عن 400 فقرة، وفقرات الديل بتشكل أقل من 20% من عدد الفقرات كلها، وفقراته مرتبطة كويس قوي ببعضها، وكل فقرة فيها بروس كده يسمح ليها انها تزود من قدرة العضلات بتاعتها، لانه ما عندوش اطراف، بيستخدم جسمه في الحركة. وبتختلف درجات الرؤية عند التعبين، في اللي بيركز على نقطة واحدة بس، وفي اللي رؤيته ضعيفة، وفي متوسطة، وفي قوية جدا. والتعبين اللي بتعيش على الأشجار عندها رؤية كويسة قوي من اللي بتعيش في الجحور وبطن الأرض، وعموما رؤية التعبين بتكون مناسبة للبيئة اللي موجودة فيها. والحاسة الرئيسية عنده هي حاسة الشم، وهي الدليل بتاعه اللي بيعتمد عليه وهو بيتحرك وبيكتشف البيئة المحيطة بيه. وهو جاي يخرج يصطاد بيخرج لسانه في الهواء ويحركه، ولسانه بيلتقط ذرات الروائح من البيئة المحيطة بيه، ويتعرف من خلال الروائح دي على البيئة اللي هو موجود فيها. وعضو جاكبسون اللي موجود فوق اللثة بتاعته بيقدر يحدد مكان الفريسة عن طريق انه بيحلل الروائح اللي بيجمعها ويرسل النتائج للقاها للمخ. ما عندوش أذن خارجية، عنده أذن داخلية بيسمع من خلالها الأصوات زي الموجات الأرضية كده. لما بطنه تكون ملامسة للأرض بيقدر يحس بالاهتزازات اللي بتحصل على الأرض وفي الهواء، وبيقدر يحدد ما إذا كان في حيوان بيقرب منه ولا لأ. وفي أنواع من التعبين بتقدر تحس بالأشعة تحت الحمراء، ربنا أنعم عليها بأعضاء تحسس حرارية موجودة ما بين العينين والأنف، تقدر من خلالها أنها تميز ما بين حرارة الفريسة وحرارة البيئة. جلد التعبان متغطي بحراشف ملساء وجافة، وخصوصا تركيبها اللي موجود عند البطن، لأنه بيسمح ليها أنها تتحرك بسهولة وتتنقل من مكان للتاني بكل حرية. والعلماء بيقدر يعرفوا عدد فقرات أي تعبان على حسب عدد حراشف ظهره وبطنه، وبيقدر يغير جلده من وقت للتاني. فالتعبين الصغيرة بتغير جلدها 4 مرات في السنة، والتعبين الكبيرة بتغيره مرة أو مرتين في السنة. وعملية تغيير جلده بتسمى بالانسلاخ، وبتحصل لأنه بينمو بشكل طبيعي عادي، والثوب بتاعه بيكون ضيق عليه وبيتمزق، ويقدر إنه يتخلص من الطفيليات اللي موجودة عليه. بالنسبة بقى لعينيه، فما عندوش جفون وما بيقدرش يغمض عينيه، علشان كده تلاقي عينيه متغطية بطبقة قشرية قوية موجودة على طول لحماية عينيه. بتتكاثر التعابين غالبا في فصلي الربيع والصيف، وفي طريقتين لولادة التعابين. الأنثى بتضع من 2 لـ100 بيضة على حسب نوع التعبان في مكان آمن، وبيفقس البيض بعد شهر أو شهرين، وممكن تحتفظ الأنثى بالبيض لحد ما يفقس جوا جسمها وبعد كده تولدهم. وغالبية التعابين بتصيب البيض بتاعها في مكان آمن وما بتهتمش بيه، وصغار التعابين بيكسروا البيض ويخرجوا منه ويعتمدوا على نفسهم من غير رعاية الأبوين، وبيعتمدوا على الغريزة اللي جواهم علشان يقدروا يعيشوا. وفي أنواع قليلة من التعابين هي اللي بتهتم بالصغيرين بتوعها وبتعمل ليهم عش لتقدر تحميهم أول ما يخرجوا للدنيا. التعابين بتتغذى على مصادر مختلفة ومتنوعة على حسب حجمها، فصغار التعابين بتتغذى على الحشرات، والتعابين الكبيرة بتتغذى على الفئران والأرانب وصغار الطيور، والتعابين الضخمة بتتغذى على الحيوانات الكبيرة زي الخنازير. والتعبان بيقدر يبتلع الفريسة بتاعته بسهولة، واللي بيساعده على كده مرونة الفم بتاعه، ومفيش عنده لسة ولا أسنان، عنده عضلات بطن قوية بتساعده على هضم الفريسة، والهضم عند التعابين بيكون بطيء علشان كده بياكله على فترات متباعدة. ففي أنواع من التعابين
التعابين تقدر تاكل كل 6 شهور. وبيعمل كمين في الغارب للفريسة بتاعته، ممكن في الأغصان أو الأوراق أو الأماكن اللي بيتوقع مرور الفريسة بتاعته منها. والتعابين السامة لما الفريسة تقرب منه بيفترسها في غمضة عين، وبيغرس أنيابه السامة في جسمها قبل ما يبتلعها. والتعابين غير السامة بتقوم بالالتفاف حوالين الفريسة بتاعتها بإحكام، وبتخنقها عن طريق عضلاتها القوية، وبعد كده بتبتلعها. وفي حيوانات كتيرة بتحب تاكل التعابين، أولهم طبعا الصقور، وبعدين الأنفد والنمس والقطط، والدجاج اللي بيحب ياكل صغار التعابين. والحيوانات دي طورت مضادات للسموم من التعابين، ومعظم أنواع التعابين غير سامة، تقريبا 400 نوع بس هما اللي يعتبروا خطرين. وبتلدغ الفريسة بتاعتها عن طريقين، ممكن تلدغ الفريسة بتاعتها بأنيابها السامة وتنقل ليها السم اللي بيشل الحركة بتاعتها، وبتقدر بعدها انها تلتهم الفريسة بكل سهولة، وممكن يبخ السم بتاعه ويوصل لعدة أمتار على عيون الفريسة ويصيبها بالعمى ليقدر يفترسها براحته زي الكوبرا كده. ولو حابب اننا نتكلم عن حيوان معين قولنا عليه، وما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.